هلا والله يا اخوان، كيف الحال؟ ورجعنا لكم اليوم في حلقة جديدة وحلقة مميزة. وزي ما شفتوا معنا تجربة مطعم السلطان، طلبنا من العم ابو رامي ان احنا نتوسع في تجربة شاورما الضاني ونتوسع في طريقة عمل شاورما الضاني. فاليوم راح اخذكم معي في حلقة مميزة وممتعة في تحضير الشاورما الضاني لغاية ما يجهز الساندويش، ونقول لكم تفضلوا معنا. فإذا جاهزين زي ما بنذكركم دائما لايك وشير وسبسكرايب، ويلا يا محمد. طبعا الشاورما بتدخل عندي في 4 مراحل. ببدا من يوم السبت، بروح على المزارع بتفرج على نوع الخرفان اللي انا بدي اشتريها وبحجزها. يوم الاحد بتوصل عندي على المطبخ، في عندي قسم للذبح. بالنسبه ليوم الاحد اللي ببلش فيه اللي هو اول خطوه، يوم الاحد انا بذبح الخرفان على البث المباشر وبجرمها، بيطلع اللحم لحال والعظم لحال، وببيتها في الثلاجه تبريد يوم الاحد ويوم الاثنين. يوم الثلاثة بتبلش المرحلة الثانية. قبل يوم الثلاثة يا جماعة الخير، زي ما جينا وزي ما انتم الحين حاليا قاعدين بتشوفوا في الشتات، تعات يوم الأحد زي ما جينا عم برامي وصورنا. طبعا شتات الذبح مش راح تكون موجودة بسبب انه الفيديو بينحظر، ما رضيناش نصور ذبح الخرفان، بس صورت لكم الخرفان وهن عايشات ما بعد ذلك وهو بسلخ بالخرفان. كمل عم برامي. صحيح، بياخد تبريد عنا يوم الأحد ويوم الاثنين. يوم الثلاثة بنطلع اللحم من الثلاجات طبعا على البث المباشر، وبنشرح اللحم تقريبا، بعمل سماكة القطع خفيفة جدا بحيث انه اللحم عشان ضاني بيستوي ببطء، فلازم يكون القطع تبعته صغيرة. وبنضب اللحم معاود على التلاجة، طبعا هو بياخد تبريد مش تجميد علشان يضل بزهوته وبلونه الحلو. بعد هيك يوم الاربع بيجي بنطلع اللحم من التلاجات. مشرفنا الأخ بشار وأخوه مجموعة فلوقات غزاوي عشان يوثقوا لكم هذه اللحظة. وهيك يا جماعة الخير وصلنا للمرحلة الرابعة. عم برامي، المرحلة هاد بشكل باختصار احكي للمتابعين. هذه المرحلة ما قبل الأخيرة، ما قبل البيع، يعني بكرة إن شاء الله بنقص السيخ معكم، لكن هذه المرحلة هي التتبيل وتسييخ الشاورما. اتوكلوا على الله يا شباب. زي ما انتم شايفين اللحم زي ما انا حكيت لكم لونه وردي، لون لحم الضاني، ما فيش فيه لية خروف، يعني خروف بلدي مش موجود فيه. الوقت راح نترككم مع بعض الشتات في عملية التتبيل والتسييخ. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا نتبل الشاورما. نرجع لكم ان شاء الله يوم الخميس بكره ان شاء الله لما نعلق السيخ، لما نجهزه. كمان شغله قبل ما نخلص، احنا بنشتغل والباب مفتوح واي شارع قبالنا، والشباب اي حدا من الزباين حابب يتاكد بعينه الباب مفتوح يجي بدون ما يستاذن ويجي يتفرج ويحضر معنا هذا الاحتفال. وهيك يا جماعه الخير بعد المراحل وصلنا يا ابو رامي للمرحله الاخيره، مرحله أنا... الاكل هالقد ما فيش، مش ضايل يعني السيخ زي ما انتم شايفين جهز، الحين ضايل نعمل الوجبات الحلوه المرتبه اللذيذه. انا بس ايش الشاورما تستوي. صدقني اللي بياخذ فرشوحه وبياكلها بيقدرش يروح على الدار، الفرشوحه ضاني، يعني هذا الكلام ما كنتوش في غزه بالمره يعني. ضاني سك زي ما بقولوا. فيا جماعه الخير استنونا بس تستوي الشاورما ونبدا نقص فيها، نعمل الاصناف ونجربهم معكم على الكاميرا. يلا تابعوا معنا، وصحه وعافيه على قلبكم مطبخ السلطان، ان شاء الله دائما نكون حسن اختياركم وعند حسن ظنكم ان شاء الله. ان شاء الله. الخير جاهزت عندنا الشاورما زي ما شفتوا معنا التفاصيل من البدايه للنهايه لغايه ما وصلت عندنا. هيك علاء جاهز، افتح لي هيك كمان. عندنا صفيحه ضاني نفس الشيء بس بتيجي نظام صاج.
يا جماعة الخير أهم إشي دسامة الضاني. طلع كيف؟ طلع محمد هناك هذه اللقمة الصح. ضاني بده بس طحينة. بالنسبة لرأينا يا جماعة الخير انتوا عارفينه من المرة الماضية، وزي ما شفتوا في هذا الفيديو احنا اخذناكم في التفاصيل، شفتوا معنا كامل التفاصيل، فانتظرونا للنهاية راح اعلن عن مفاجأة. وعندنا فرشوحة يا جماعة الخير، فرشوحة ضاني. طلع انت الورقة كيف يا علاء؟ اهم شيء يا جماعة الخير الفرشوحة بتيجي محمصة على السيخ. نجرب بس هيك طحينة وخلاص. انت شكلك اياها طعمية؟ لا 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 انا طعمية طعمية انا لا لا مش راكن انا عارف انه راكن انا عارف. خلاص يا علاء كيف؟ الساندويش يا جماعة أهم إشي في الساندويش، أنا بحب الساندويش أصلا. الشاورما عملت للفرشوحة وللساندويش، وأحلى إشي في الساندويش تحميص يا جماعة. هيك يا جماعة الخير بكون وصلنا لنهاية الفيديو، كل الشكر طبعا للعم برامي على هذه الاستضافة. يعني أول مرة صراحة أصور هذه التفاصيل في مكان أو في مطعم معين. علاء إيش بتحب تحكي في النهاية؟ عم شرمها تؤكل شرمها. لا يا علاء كرنج طلع كلامها. فجماعة الخير ثواني، لا بدي اعلن عن معلومة مهمة. عم تحكيش بدري ما تحرقش بدري. لا خلص بدنا نحرق علشان نشوف اللي جاي لقدام يا علاء. خلص احكي انتو قبل الناس انتو. احكي عشان اسيبك تعرف تهمك. طب يلا انتو عشان بتتفاجئوا انا كلمات. طيب جماعة الخير احنا ان شاء الله اللي راح يشارك هذا الفيديو واول اشخاص راح تتواصل معي على هذا الفيديو راح تيجي تجرب الشاورما هان، راح اجي اقعد معهم انا شخصيا انا ومحمد ونجرب الشاورما وناخذ ارائهم وننزلها، حتى لو كان الراي ايجابي او سلبي واحنا بنقبل كل الاراء والنقد البناء طبعا. بظبط اجي اكون اول واحد. انت علاء موجود تقلقش ولا ما تجيبوش يا محمد؟ بدوش يجيبك محمد، انا صاحب الاشي كيف ما اجي. حاضر يا عمي. فهيك بكون خلصنا الفيديو من مطعم ومطبخ السلطان غزة تل الهوى خلف بنك فلسطين. إلى اللقاء في فيديوهات أخرى. سلام يا أخوان، كان معكم محمد خلف الكاميرا عشان يكمل ويذكر فيه. سلام.